وينضم إلي عبر الهاتف الأمين العام لمجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الشيخ سامي الساعدي. فضيلة الشيخ، رحب بك معي في هذه النشرة. أهلا بك أخي كريم، حياكم الله. حياك الله شيخنا. لو تطلعني عن ماهية هذا الجسم الذي تريدونه، وكيف نظرتم أو كيف استندتم إلى هذه المطالبة بالنظر في معطيات أو مجريات ما يحدث على الساحة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، هذا البيان ليس إرادة مجردة لدار الإفتاء، وإنما هو أمر لا تتم كثير من الواجبات الشرعية إلا به، حماية المقاتلين المدافعين عن العاصمة طرابلس اليوم، وحقن دمائهم وتقليل ما يصابون به من خسائر، لا يمكن أن يتم في ظل هذا الوضع المهلهل والفضفاض. هناك تضحيات كبيرة يقدمها هؤلاء الأبطال، والغطاء السياسي أو الغطاء الحقوقي لهم لا يرقى إلى مستوى هذه التضحيات. وسبحان الله، قد تزامن صدور البيان مع ندوة أقامتها رئاسة الأركان العامة هذين اليومين، تطالب بنفس تقريبا يعني، أو تناقش مقترحا لدمج هؤلاء التوار والقوات المساندة في المؤسسات العسكرية أو المدنية للدولة يعني. ولذلك نحن في أيضا في هذا البيان أكدنا على أنه ليس كيانا موازيا، وإنما هو يتبع أجهزة الدولة ورئاسة الأركان التي رحبت بهذه الفكرة المطروحة منذ سنوات. وقد كانت هناك محاولات يعني من أطراف عديدة سياسية وعسكرية ونشطاء فيما عرف بموضوع مشروع الحرس الوطني. دار الإفتاء لا تؤيد مشروعا بعينه أو صورة معينة لهذا المقترح، وإنما تترك ذلك لأهل الشأن والخبرة. ولكن الذي يهم دار الإفتاء والذي هو منوط بها هو أن تبين الحكم الشرعي حسب ما تراه من الواجبات والأوامر الشرعية، من وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الاختلاف. وأما اسم الجسم وكيفيته وتفصيلاته، هذه تترك للجهات المعنية وعلى رأسهم قادة المحاور المدافعة عن طرابلس في هذه الأيام. طيب، الآن هناك تخوفات، يعني أعتقد أنكم لم تستثنوها من نظركم في إصدار هذا البيان فضيلة الشيخ، وهو أن هناك تخوفات من أن يتغول هذا الجسم أو يكون تكرار لسيناريوهات سابقة كمشروع الدروع درع ليبيا وأيضا مشروع الحرس الوطني. ربما هذا الأمر ليس سهلا جدا، قد تختلط الأمور أكثر مما هي مختلطة بعد هذه الدعوة. لو توضح أكثر على الأقل فضيلة الشيخ حتى تكون الصورة مبسطة وواضحة للجميع، ما الذي يجب أن يكون عليه هذا الكيان هكذا بهذا المعنى؟ لا، هذا التخوف أخي الكريم قد يقال حتى في الجيش نفسه يعني. الآن كثير من دول العالم حصلت فيها انقلابات من المؤسسة العسكرية نفسها، وبالعكس يعني كثير من الدول العربية والغربية يعني اعتمدت جهازا هو وسط بين المؤسسات المدنية وبين الجيش، بل اعتبروه يعني وسيلة لخلق توازن يمنع من أي انقلابات على مدنية الدولة. ولكن نحن اقترحنا أن يكون ودعونا أن يكون هذا تحت رئاسة الأركان، يعني رئاسة الأركان في النهاية ضمن المؤسسة العسكرية يعني الرسمية. فهذه التخوفات يجب أن لا تجعلنا نقر هذا الوضع المهلهل والفضفاض والمشتت الموجود الآن. يعني الآن إذا أردنا أن نشبه مع الفارق بين المؤسسات المدنية أو الهيئات والمؤسسات المدنية والعسكرية، كل شريحة معينة من المهن، من أصحاب المهن مثلا، لها نقابة أو رابطة تدافع عن حقوق أبنائها وتتابع أمورهم وحسب القوانين النافذة. فلماذا لا يكون لهؤلاء المدافعين عن طرابلس نفس الحق يعني؟
بدون الخروج عن الإطار القائم الموجود في الدولة الليبية. فهذا التخوف يعني يجب ألا يحملنا على القبول بالوضع الحالي الذي هو يعني وضع ينبغي تصحيحه وإصلاحه. طيب فضيلة الشيخ، سؤال أخير، يعني ربما قد يخاف البعض من أن يكون لدى المجلس أو لدى الدار، وأنت تعلم بعض أنواع الدعاية السلبية التي تمارس حتى من خلال بعض وسائل الإعلام حول ما تقوله الدار أو ما تقترحه الدار أو ما يقترحه مجلس البحوث التابع لها، ربما هذا الأمر قد يسيس وقد يأخذ مناحي أخرى، قد يحسب على المجلس أنه يحاول التدخل فيما ليس له شأن به، كيف تردون على هذا الكلام؟ أولا أخي الكريم، الإفتاء كما نقول مرارا، الإفتاء ليس قضاء، هو ليس ملزما، ونحن نوجه كلامنا لمن يعتبر رأي دار الإفتاء ويرى أنه يسترشد بآرائها. أما الذين أخذوا موقفا معاديا من دار الإفتاء، هذا ليس أمرا جديدا، وهو متوقع في كل كلام تقوله دار الإفتاء، ولله الحمد كثير مما قالته دار الإفتاء تبين الآن لكثيرين بعد السنوات أنه كان صوابا، وكان هو الذي ينبغي أن يعمل في وقته. ولكن يعني لما انتبه الناس متأخرا كانت كثير من الكوارث قد وقعت، يعني الآن على أبواب بابل، كم نادت دار الإفتاء بوجوب مواجهته وتحجيمه في عقر داره، يعني إن صح التعبير، يعني الناس اعتبروا كلام دار الإفتاء مفرقا للصف ولا يدعو إلى الإصلاح وحكم الدماء. الآن للأسف كلنا نعاني بسبب هذا الفهم المغلوب. فأولا دار الإفتاء لا تلزم بكلامها أحدا، هي تنصح التوار أن يقوموا بهذه الخطوة، ولا تتدخل في التفصيلات والمعايير والمواد القانون، هل هو يكون الحرس الوطني الذي صدر فيه قانون من قبل، أو يرى قادة المحاور والقوات المساندة بالتشاور مع رئاسة الأركان وبعض المسؤولين أن يكون جهاز آخر أو جسم بديل، هذا أمر لا تدخل فيه دار الإفتاء، ولكن يجب عليها أن تصدع بما تراه الحق الذي يخدم ثوابت الدين ويحافظ على مدنية الدولة ويحافظ على حقوق الليبيين وعلى رأسهم هؤلاء الثوار الأبطال. الأمين العام لمجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ سامي الساعر.